التاريخ من عمق القمور فاحت به الآثار بالسند المصون يحكي لأجيال الحضارة أنها كانت لنا دهرا فخامرها السكوت كانت لنا دهرا فخامرها السكوت فلئن تكن نامت فإن لها غدا تصحو وتشرح فيه مختصر المتون وتشرح فيه مختصر المتون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبائي التلاميذ، عزيزتي التلميذات، مرحبا بكم في درس آخر من دروس مادة التربية على المواطنة لسنة ثالثة إعدادي. درسنا اليوم سوف يعالج موضوع كيف نعالج مشكلا اجتماعيا انطلاقا من أمثلة محلية أو انطلاقا من شبكة المعالجة. المشاكل الاجتماعية، وما أدرك ما المشاكل الاجتماعية التي تنخر مجتمعنا الحالي. إذن سوف نتعرف على مفهوم المشكل الاجتماعي، سوف نتبين أنواع المشاكل الاجتماعية، سوف نتبين خطوات شبكة المعالجة، أي شبكة معالجة المشكل الاجتماعي، وسوف نطبق شبكة المعالجة على مشكل اجتماعي من بيئتي المحلية اللي هو مشكل تشغيل الأطفال. إذن هذه هي الخطوات ديال هذا الدرس والمحاور ديال هذا الدرس اللي غنطبقوا لها ان شاء الله بحول الله وقوته في هذا الدرس. اذا نبدا بمفهوم المشكل الاجتماعي. المشكل الاجتماعي هو مجموعه من الصعوبات التي تواجه المجتمع وتهدد استقراره اذا وتماسكه، وهو وضع غير سوي ناتج عن خلل في البناء الاجتماعي واقتصادي مع اختلاف في حدتها وطبيعتها. وحلها والحل ديال هذه المشاكل الاجتماعيه يتطلب مجهودات كبيره. اذا بمفهوم العام، المشكل الاجتماعي هو صعوبة تواجه المجتمع بطبيعة الحال وتهدد التماسك ديالو، وتختلف هذه المشاكل الاجتماعية من مشكل اجتماعي إلى آخر. إذن وتتطلب الحل ديال هذه المشاكل الاجتماعية مجهودات كبيرة بطبيعة الحال، مجهودات من طرف الأفراد ومن طرف المجتمع ومن طرف الدولة ومن طرف جمعيات المجتمع المدني. إذن هناك مسؤولية مشتركة في حل هذه المشاكل الاجتماعية. إذن ما هي هذه المشاكل الاجتماعية وما هي أنواعها؟ إذن المشاكل الاجتماعية طبيعة الحال نعيش وسط مجتمع تسوده المشاكل الاجتماعية، وكل دقيقة تمر أمامنا ملايين المشاكل الاجتماعية التي نلاحظها بأعيننا المجردة. وبالتالي غادي نقسموا المشاكل الاجتماعية إلى مشاكل انحراف السلوك ومشاكل الأوضاع الاجتماعية. مشاكل انحراف السلوك طبعا هذه مرتبطة بالانحراف ديال السلوك ديال الإنسان، مثلا إدمان المخدرات مشكل اجتماعي مرتبط بانحراف السلوك، مثلا العنف بأشكاله المختلفة، العنف اللفظي، العنف الجسدي، العنف ضد المرأة، العنف ضد الرجل، العنف ضد الطفل، العنف في الأبواب ديال المدارس، العنف في المدارس كذلك، العنف كذلك في المجتمع ككل. إذا جميع أنواع العنف هي باعتبارها مشكل اجتماعي، مثلا مشكل اجتماعي الانحراف السلوك. التشرد كذلك، التشرد مشكل اجتماعي داخل في اطار مشاكل اجتماعيه لانحراف السلوك. التسول كذلك، تسول مشكل اجتماعي داخل في اطار انحراف السلوك. اذا انحراف سلوك الانسان يعني السلوك القويم، هذا فيما يخص المشاكل الاجتماعيه ذات صبغه ديال انحراف السلوك. اما المشاكل الاجتماعيه ديال المشاكل الاجتماعية ذات الأوضاع الاجتماعية فنذكر منها الأمية، الجهل، السكن غير لائق، السكن في البلالك أو السكن في السكن العشوائي، تشغيل الأطفال، البطالة، إلى غير ذلك من المشاكل الاجتماعية المرتبطة بالأوضاع الاجتماعية ماشي بانحراف السلوك. إذن هنا كنقسم المشاكل الاجتماعية إلى قسمين، قسم انحراف سلوك وقسم أوضاع اجتماعية. وبطبيعة الحال إذا كنتوا أذكياء
غادي تميزوا ما بين انحراف السلوك ما بين الاوضاع الاجتماعيه، لان انحراف السلوك مرتبط بانحراف السلوك ديال الانسان الى التشرد، الى الادمان، الى السكر، الى المخدرات، الى العنف، الى التسول، الى 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 الى. اذا هنا غادي نكونوا علينا المحور الاول اللي هو انواع المشاكل الاجتماعيه ومفهوم المشكل الاجتماعي. نمر الى التدرب على تطبيق شبكه المعالجه للمشكل الاجتماعي، وغادي نبداو بخطوات لمعالجه المشكل الاجتماعي. هذه المشاكل الاجتماعيه اللي ذكرنا دابا الانواع ديالها خاصها حل. هذا الحل هذا بطبيعة الحال غادي نقولوا بان هذا الحل غتساهم فيه الدوله، غادي تساهم فيه المجتمع المدني بشتى اطيافه. اذا اشنو هي الشبكه او التقنيه لحل مشكل اجتماعي؟ اولا غنبداو بالمرحله الاولى هي رصد المشكل الاجتماعي. اولا غادي نرصدوا هذا المشكل الاجتماعي، واش هذا المشكل الاجتماعي تابع لانحراف السلوك ولا تابع الاوضاع الاجتماعيه. نعرفوا به ونحيطوا به الاثار ديالو والابعاد ديالو. اذا هذه الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه في الشبكه ديال معالجه المشكل الاجتماعي البحث عن المعطيات. اذا نحاول ان كنبحثوا على المعطيات على هذا المشكل الاجتماعي، اما عبر الخروج الى الميدان اي الى الشارع باش نعرفوا الحجم ديال المشكل الاجتماعي، او نبحثوا عن الوثائق ديال المشكل في الانترنت، في الشبكه العنكبوتيه، في الكتب، في المجلات، في الجرائد الى غير ذلك، باش اننا نحيطوا بهذا المشكل من جميع الجوانب ديالو. الخطوه الثالثه اننا من خلال جمع المعطيات غادي نشخصوا الاسباب ديال المشكل الاجتماعي. اذا لاحظتوا معايا غادي نستخرجوا الاسباب ديالو، غادي نصنفوها، غادي نحددوا المسؤوليات، وغادي نستخلصوا الانعكاسات ديالو على المجتمع. اذا هنا غادي نبداو في دراسه المشكل، هذا المشكل الاجتماعي، نشوفوا التاثير ديالو على المجتمع، نشوفوا الاسباب ديالو، نشوفوا تحديد المسؤوليات، تنشوفوا ديال المسؤوليات شكون اللي تيتحمل المسؤوليه في هذا المشكل الاجتماعي. واخيرا اقتراح حلول لمعالجة المشكل الاجتماعي بطبيعة الحال وعرضها للمناقشة. آخر خطوة اختيار الحلول أو اقتراح الحلول لحل هذا المشكل الاجتماعي، ونشوفوا الأطياف المساهمة في حل هذا المشكل الاجتماعي عبر الاطلاع على تجارب سابقة. ممكن أن يكون هذا المشكل الاجتماعي تمت معالجته من طرف مهتمين بالمجال ديال المشاكل الاجتماعيه او الاجتماعيين، وناخذوا من عندهم هذه التجربه ونطبقوها على مشكلنا الاجتماعي. هذا فيما يخص الخطوات لمعالجه مشكل اجتماعي بطبيعه الحال. وهنا غادي الخطوه الاخيره في الدرس ديالنا غنطبقوا هذه الخطوات على مشكل اجتماعي. اذا غادي نبداو بتطبيق هذه الخطوات ديال معالجه المشكل الاجتماعي على مشكل اجتماعي اللي هو ماذا؟ اللي هو بطبيعه الحال اللي هو مشكل مرتبط باوضاع اجتماعيه اللي هو تشغيل الاطفال. اذا نعرفوا بالمشكل اولا كما درنا في الخطوه الاولى تعريف المشكل. اذا المشكل ديال تشغيل الاطفال هو اهمال واحلال قوه الاطفال محل قوه الراشدين. اذا عندما اشغل الطفل فانني تنحرمو من التمدرس، تنحرمو من اللعب، تنحرمو من مجموعه من الحقوق ديالو، وكان احل قوه الراشد ما قوه الطفل ما كان قوه الراشد. وبالتالي فهنا غادي نكون امام مشكل اجتماعي خطير جدا اللي هو تشغيل الاطفال. بطبيعه الحال هذا المشكل الاجتماعي هو تعبير عن غيابه العداله الاجتماعيه. عندما نكون نشغل الاطفال ونحل قوه الطفل مكان قوه الراشد، فاننا تنحرموا الطفل من ابسط الحقوق ديالو الدستوريه اللي هي التمدرس، اللي هي التمتع بالطفوله ديالو، اللي هي اللعب، اللي هي انه يعيش المراحل ديال الطفوله ديالو بشكل عادي. وهنا غادي نكونوا قد احللنا او غيبنا العداله الاجتماعيه وغيبنا حقوق الطفل وحقوق الانسان. المرحلة الثانية من الشبكة ديال المعالجة اللي غنطبقوا على هذا المشكل هي تشخيص الدائرة. إذا غنشخصوا الدائرة ديالنا بطبيعة الحال. غادي نلاحظوا بأنه تشغيل الأطفال تيكون جميع القطاعات الاقتصادية، كنلقاو في الفلاحة، كنلقاو في الصناعة، كنلقاو في التجارة، كنلقاو في جميع المناحي ديال المجالات الاقتصادية، كنلقاو بأن هناك أطفال مشغلين تحت ظروف لا انسانيه بطبيعه الحال. هاد الاطفال تتعرضوا للمعاملات اللي هي تسيء الى كرامتهم بطبيعه الحال، واكبر اساءه للكرامه ديال الطفل هو التشغيل ديالو.
من غير انك تعاملوا مزيان ولا خايب، انك تشغلوا، اذا انك تهين كرامته وكتحرمه من حقوقه الدستوريه. طبيعة الحال هاد الظاهره ديال تشغيل الاطفال كاين سببها واحد العامل مهم جدا اللي هو الفقر. قبح الله الفقر، قبح الله الفقر اللي يجعل اب او ام او سميتو انه يشغل الطفل ديالو او يشغل الفلذة الكبد ديالو مقابل دراهمات معدودات. اذا الخطوه الثالثه اللي هي تشخيص اسباب المشكل. اذا نشوفوا الاسباب ديال هذا المشكل شنو هي، اذا نطبقوها على تشغيل الاطفال غنلقاو بانه طبعا الحال اسباب ديال المشكل الفقر. الفقر هو الذي يؤدي بالانسان الى تشغيل اطفاله طبعا الحال، والبحث عن المردوديه ديال هاد الاطفال منذ الصغر، وبالتالي الفقر هو المسبب الاساس لهذا المشكل الاجتماعي. كذلك الهشاشه ديال الاسره، كذلك التفكك ديال الاسره، غادي نلقاو مجموعه من العوامل التي تساهم في ماذا، في خروج هذا الطفل او هذه الطفله الى العمل خارج المنزل، اما في البيوت او في القطاع الاقتصاديه مثلا النجاره او الفلاحه او الميكانيكا او مجموعه من المهن او الحرف. طبعا الحال غادي نستخلصوا الانعكاسات ديال هذا المشكل، سميتو انه تحرم الطفل من التمدرس كيطلع لنا واحد الجيل اللي هو جيل طبعا الحال امي، جيل جاهل بطبيعة الحال، لأن ما قاريش مع بزاف ديال المسائل تتحرم منها الطفل، هاد الطفل تيطلع بعقد نفسية، لأنه علاش؟ لأنه تيتحرم من المدرسة، كيشوف الأقران ديالو غادي للمدرسة وهو غادي للعمل، وبالتالي تتربى واحد العقدة نفسية الطفل اللي كتعكس على المستقبلية ديالو، على 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 الحياة ديالو النفسية المستقبلية بطبيعة الحال اللي هي الحياة ديال الإنسان رشيد. إذا في آخر نقطة ديال الشبكة ديال المعالجة اللي هي اقتراح حلول. اذا نقترح قوانين زجريه التي تحرم وتجرم تشغيل الاطفال. طبعا الحال هنا الدور ديال الدوله اللي غتخرج لنا هذه القوانين اللي غادي تجرم بطبعا الحال تشغيل الاطفال، والحمايه ديالهم من سوء المعامله، اوكي، واعاده ادماج ضحايا دور التشغيل التعسفيه، وتطبيق اجباريه ومجانيه التعليم. اذا الدوله هنا الدور ديالها هو دور الاساس في عمليه زجريه بطبيعة الحال لتشغيل الأطفال، وبطبيعة الحال المواكبة ديالهم، وبطبيعة الحال تطبيق إجبارية التعليم ومجانيته، لأن حتى التعليم تيولي عنده مصاريف كثيرة، وتتولي مجموعة من الإرغامات على الأبوين، فيضطروا أنهم يوقفوا الأبناء ديالهم عن العمل، وبالتالي تيبان لهم التشغيل ديال الأطفال هو أنسب وسيلة لملء أوقات فراغهم بطبيعة الحال اللي كانت تاتتها مقاعد الدراسه. اذا والى هنا بطبيعه الحال انهي درس شبكه المعالجه بطبيعه الحال، او كيف اعالج مشكلا اجتماعيا انطلاقا من شبكه المعالجه. اتمنى انكم توفقت في شرح هذا الدرس بطبيعه الحال، وفي الايمان بخطوات هذا الدرس. والى ذلك الحين ان شاء الله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. تصحو وتشرح فيه مختصر المتون، وتشرح فيه مختصر المتون.